السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، سعادة رئيس الجلسة، فضيلة المديرين والأساتذة الكرام، ويا أيها الحاضرون رحمكم الله، دور الشباب في العصر التقدم، ماذا؟ دور الشباب في العصر التقدم، هذا هو أول عنوان لطائل مع حضراتكم في هذا اليوم الأغر المبارك، في هذه المناسبة الطيبة، في هذا الموضوع اللهم إن شاء الله. إخواني في الله، إن في هذه الأواخر لشهدنا كثيرا من أنواع اختلاف الآداب وانحطاط الأخلاق في نفوس الشباب، والأمراء الذين كانوا اختلطوا بعدة الخرافات كما يلي: الاختلاس والخيانة والديارة والعنوف، وكلها انتشرت حديثا، ولا سيما استخدام المخدرات والمعاشرة الحرية في بيئتهم. ونسينا الآية العظيمة التي تدل على هذه الأحوال في سورة مريم الآية 59: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صدق الله العظيم. إخواني في الله، مما تجر الإشارة إليه بأن الخلف من تلك الآية هو أحوال الأمة الإسلامية بعد ضوء إمام المؤمنين وقر الأمين سيد المرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، التي تتوقع في صفة وسريرة الشباب زائغة، وكانوا تركوا تعاليم دينهم ورسولهم من قبل حتى تترتب عليها ترك الصلاة والمخالفة عن نواهي الله على الدوام. وكل الحال، إخواني في الله، مما يصف له هو أن الأحوال الآسفة في وسط الدعوة الإسلامية وشعاراتها التي تجذب بها اهتمام الناس حتى تؤدي إلى موضوع المنكرات والخرافات المشهودة لديهم جميعا، لمن الحق بأن في الحقائق الميدانية كنا فيها شاهدين والعالمين جميع الأحوال الفاسدة والأخطاء الجالية والأعمال المرفوضة، ولم تتأسس من القرآن والحديث النبوي، كما علمنا بأن هذه الأحوال لمن عادة أهل اللبان الذين كانوا يعلمون ولا يعملون، فصار الدين تبجل المؤمن في موضوعك العالم والمجادل الذي لا يقلبه الجميع قصدا لارتفاع التنصب والمنزلة، وأنشأوا بها جيلا حسنا وما لهم من علم إلا تبع لشهواتهم. معاشر المسلمين رحمكم الله، كونوا على اليقين وتصوروا أن أجيالنا وشبابنا اليوم في هذه البلدة يترددون عن سلوكهم وخطواتهم المتبعة لنيل مستقبلهم السليم، ولو كانوا فشلوا في نهايتهم، وكان هذا يتماشى مع قول أساطير الأولين أن زمان الشباب لزمان لاستفادة الخير والشر، لكن الرسول يدل الابتعاد عن الفساد واتباع بخطوة الرسول وأخلاقه الكريمة،
كما قال في الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وكان أسمة الأخلاق بين الشباب لمن أمر يهلك مبادئ حياة البلدة الإندونيسية حيث يتأثر بها إلى الأجيال الذين يبايعون أمورهم ووطنهم ودينهم يقدم شهواتهم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله معاشر المسلمين رحمكم الله كشباب بلدنا أن يواصل مرحلة القيادة بحق الجهد وحسن الاستعداد لأن يكون معذبا بأخلاقهم الكريمة بدون المخدرات لماذا ينحدرون لأنها فساد وشر فبالطبع تؤدي إلى الصفاء والزم والتكاسل فحل لهذه كلها بعدة طريقة منها أولا المشاركة بالبرامج الاجتماعية ثانيا ترك المعاملة مع جنس المخدرات ثالثا ترك التعاون مع استخدام المخدرات رابعا تعلم القرآن والعمل به إخواني في الله أولا تعلم أيها الحاضرون أن هذه الأحوال قد وقعت في 7 نفوس الشباب عند قصدة أصحاب الكهف الذين يختبئون من دكالوس كمالك عباد الكهان الذي قبض على المؤمن وعذبهم وقتلهم حتى وقفوا في الغار ومتعهم الله بالنوم طوال 390 سنة وأقامهم سالمين وآمنين وفي نهاية المطاف إن هذه البلدة تتوقف كثيرا في إنشاء الشباب كجيل المستقبل بحسن اهتمام وغرس الجهة في نفوسهم إخواني في الله وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يرزق شباب بلدة إندونيسيا أسرى والفلاح والنجاة في مقابلة رقلة الزمان والدهور وأن يجعل صلاتهم صلاة الخشين وأن يجعل اجتهاد المجتهدين وأن يجعل أخلاقهم أخلاق سيد المرسلين حتى تكون بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة وربا غفورا إخواني في الله هذا ما أريد بهذه الإجازة من الفرصة هدانا الله وإياكم أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته